وعن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين. شكرا دينا فكري. وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وأخيرا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 22، الصغرى 15، الإسكندرية 22-14، مطروح 21-14، بورسعيد 23-17، إسماعيلية 23-15، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 22-14، العريش 22-16، طابة 22-15، شرم الشيخ 26-19، الغردقة 26-18، وجوها معتدل. بالنسبة للأقصر 28-15، أسوان 29-15، الوادي الجديد 27-13، شلاتين 30-20، حلايب 27-20، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.